عندما يرتفع صوت أذان الفجر ليبدأ الصيام في قطر. لا يزال المسحرات يشدو اصحى يا نايم وحد الدايم في مصر. وبينما يستعد الكثيرون في قطر للسفر إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة، يبدأ العمل على تحضير السلو قبيل الإفطار في مملكة المغرب. وعند سماع مدفع الإفطار في قطر يدخل وقت السحور في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي وقت صلاة التراويح في قطر لا يزال المسلمون صائمين في كوبا. من كل ركن من أركان العالم تتمنى لكم الديار القطرية رمضانا كريما، وكل عام وأنتم بخير.